لا تزال التظاهرات الشعبية في مدينة معرة النعمان مستمرة منذ أكثر من 3 أشهر احتجاجا على استيلاء جبهة النصرة على مقرات ومستودعات الفرقة 13، أحد أبرز فصائل الجيش السوري الحر، والتي تعد مدينة معرة النعمان مقرا لقيادتها وثقلها العسكري والخدمي. وازدادت وتيرة التظاهرات ضد الجبهة في أعقاب رفضها أحكام اللجنة الشرعية المتفق عليها مسبقا، والتي نصت على تسليم النصرة الأسلحة والمعدات للفرقة 13. 100 يوم تظاهر لسه مكملين، 100 يوم تظاهر حتى تحقيق مطالبنا اللي هي تحكيم شرع الله في قضيتنا بين الفرقة 13 وجبهة النصرة. 100 يوم تظاهر والخزان كبير من كافة الفصائل حتى الآن ما حسنوا يتدخلوا مشان يحلوا مشكلتنا. 100 يوم تظاهر والإعلام مغيب ومهمش عن تظاهراتنا. 100 يوم تظاهر ولسه مكملين. 100 يوم تظاهر في قضية أحفاد المعري. طبعا اليوم 100 يوم على التظاهر في مدينة معرة النعمان للجيش الحر الممثلة بالفرقة 13 تطالب بتحكيم شرع الله. أولا وأخيرا نريد تحكيم شرع الله. مطالبنا هي إعادة السلاح للفرقة 13 وإعادة الآليات من تركسات سيارات إسعاف ولوادر ومواد خدمية لمدينة معرة النعمان. هي ليست للفرقة وإنما لمدينة معرة النعمان. فنحن نتظاهر لتحكيم شرع الله أولا وأخيرا بيننا الشرع وبين الجبهة الشرع فقط. احنا 100 يوم عم نتظاهر بدنا تحكيم شرع الله، ما عم نحكي كلمة غلط، نحن عم نحكي بدنا تحكيم شرع الله بالفرقة 13، قتلوا شبابها وأخذوا أملاكنا وأخذوا كل شيء بتملكه الفرقة 13، نحن سلاحنا سحبناه على الجبهات ما سحبناه على الأهالي، بس جبهة النصرة السلاح اللي عم تغتنمه عم تروح لفصيل بتاخذ غنايمه وبتروح بتسحبه على فصيل ثاني، غنايمه ضمن البلد حاصرتها إلها وبس فقط لا للجبهات. معي عبر الهاتف من معرة النعمان ناشط الميداني هاني هلال. مساء الخير، أهلا بك معنا هاني. نتحدث عن تظاهرات منذ حوالي 100 يوم. اليوم ما الذي يمكن أن نعرفه من معلومات إضافية عن هذه التظاهرات، وهل من اختلاف منذ أن بدأت حتى اليوم؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. المظاهرات بدأت في البداية بدأت بشكل عفوي حين هجمت جبهة النصرة على مقرات الفرقة 13. في اليوم التالي خرج أهالي معرة النعمان لتشييع شهدائهم الستة شهداء قتلتهم جبهة النصرة يتبعون للفرقة 13. أثناء التشييع تحول تشييع الشهداء إلى مظاهرة غاضبة جراء هذه الجريمة التي أودت بحياة 6 أشخاص من شباب المعرة. في اليوم التالي خرج أيضا أهالي معرة النعمان وبدأت المظاهرات تكبر وتشتد وتيرة يوميا. بدأ الأهالي بالهجوم على مقرات جبهة النصرة وحرقها. هذا الكلام بعد هجوم جبهة النصرة على الفرقة 13 من حوالي 100 يوم. يوما بعد يوم بدأت المظاهرات تتخذ شكل منظم أكثر. بدأنا نقوم بتنظيم المظاهرات والتنسيق إليها بشكل أفضل. الشعب لا يطلب أكثر من إعادة السلاح للفرقة 13 وإعادة الآليات والخدمات التي كانت تقدمها الفرقة للمدينة، وأيضا محاسبة القتلة الذين قتلوا 6 شهداء من مدينة المعرة و3 شهداء أيضا من ريف المعرة يتبعون كانوا للفرقة 13. طيب هاني، هذا التصعيد في التظاهرات كان منظما منذ البداية، يعني ما الذي أدى إلى هذا التصعيد منظما، يعني أعني للتظاهرات واستمرارا، نتحدث عن 3 أشهر تقريبا، أم هل يتعرض أحد من جبهة النصرة للمتظاهرين؟ هل من أمور أو معطيات أدت إلى هذا التصعيد؟ وهل من تنسيق معهم؟ يعني لا يوجد أي صدى منذ 100 يوم حتى الآن لهذه المطالبات؟ بداية أستاذتي، بداية كانت المظاهرات بشكل عفوي، بعد عدة أيام بدأت المظاهرات تتخذ شكل التنسيق والترتيب. جبهة النصرة لم ترد حتى الآن، يعني بداية عند تشكيل اللجنة القضائية التي أعلنت عنها هي جبهة النصرة، هي من وضعت أسماء القضاة، وعندما اقترحت الفرقة 13 وضع اسم 2 من القضاة رفضت جبهة النصرة، وبعدها رفضت جبهة النصرة أيضا اللجنة التي هي أعلنت عنها بحجة أن فصيل جند الأقصى لا يريد حضور المحكمة وهي غير مسؤولة عنه، وأن السلاح الفرقة 13 هو عند جند الأقصى وجبهة النصرة نحن لسنا مسؤولين. منذ فترة جبهة النصرة حاولت الاعتداء على المظاهرة واشتبكت مع المتظاهرين بالأيدي، والمتظاهرين لاحقوا العناصر جبهة النصرة بالحجارة وبالضرب أيضا.
عادت بعد فترة جبهة النصرة إلى الساحة أيضا ليلا، كتبت على الجدران، هناك جدران مكتوب عليه أسماء شهداء مدينة معرة النعمان، كتبت جبهة النصرة فوق أسماء شهداء المدينة أن هؤلاء شهداء الدولار، وقاموا بإنزال أعلام الثورة وتمزيقها. كتبوا ماذا هؤلاء شهداء؟ كتبوا أن هؤلاء شهداء الدولار على أسماء شهداء المدينة، فأثار هذا غضب شعبي جدا جراء هذا العمل. حينها خرجت مدينة معرة النعمان تقريبا بالكامل جراء هذا العمل، فالشهداء هم شهداء نتيجة القصف. طيب التظاهرات مستمرة، هل من خطط للمتظاهرين؟ نعم نعم، المتظاهرين يؤكدون استمرار المظاهرات حتى تحقيق مطالبهم، حتى إعادة سلاح الفرقة ومحاسبة القتلى وخروج الخروج الكامل لعناصر تنظيم أجبهة النصرة وهجمة الأقصى من مدينة معرة النعمان. أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات من معرة النعمان، ناشط الميداني هاني هلال.